لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإننا نحيي فضيلة الشيخ على كلمة الحق هذه التي قالها، ونبدأ الآن فعاليات مؤتمر الجماعة الإسلامية لمسجد الفتح، والذي نعقده تحت شعار مصرنا في خطر. نعم أيها الإخوة، فالبلد الآن في خطر، مصرنا الآن يحاول البعض أن يسرقها منا. لا نقول فقط الثورة المصرية في خطر، بل الوطن كله في خطر. مؤامرات خطيرة تحاكوا ضد هذا الوطن، ونحن للأسف في غيبة، ونحن للأسف في غفلة. أيها الناس، أفيقوا يرحمكم الله، فالمخطط لإخضاع هذا البلد ولتمزيق هذا البلد قد بدأ منذ أسبوعين فقط، وبدأ للأسف الشديد من ميدان التحرير. ميدان التحرير، اجلسوا يا حمد الله، ميدان التحرير الذي عجز الأعداء عن أن يخترقوه من خارجه، اليوم جاءوا ليخترقوه من داخله، اليوم جاءوا ليحطموا مصر من داخل ميدان التحرير. أيها الإخوة، إن المخطط لضرب الشعب بالجيش، ولتنحية الشرطة، ولمنع الشرطة من حماية أمن هذا الوطن، ولقفز بعض العلمانيين على السلطة قد بدأ منذ أسبوعين، وإن المخطط لم ينتهي بعد. بدأ منذ الثلاثاء الأسود، في ذلك اليوم استأجر بعض العملاء 3 حافلات بدون لوحات معدنية، وذهبوا مسرعين إلى مسرح البالون واقتحموا مسرح البالون، وزعموا أنهم أسر الشهداء، وما هم بأسر للشهداء، إنما هم بلطجية دفعت إليهم النقود من أناس نعرفهم جميعا. وإن كنا ننزه ألسنتنا عن أن نحكي أسماءهم، ها هنا في هذه الساحة الطاهرة اقتحموا مسرح البالون وسرقوا صور الشهداء من أهلهم، ثم ذهبوا مسرعين إلى ميدان التحرير، وانضم إليهم بعض البلطجية الآخرون، وبدأوا بمهاجمة وزارة الداخلية. كان المخطط يقتضي أن يتم ليلتها اقتحام وزارة الداخلية، وأن يعلن سقوط وزارة الداخلية في يد هؤلاء، ثم بعد ذلك يطالبون بأن تسلم لهم الحكومة. أحبط المخطط بحمد الله ليلتها ولم تقتحم وزارة الداخلية، فماذا فعلوا؟ قالوا نريد امتصاص لدم الشهداء، ثم بدأوا الهتافات البذيئة التي تتكرر منذ أسبوعين في ميدان التحرير، تنادي بسقوط المجلس العسكري، وتحاول أن تستفز الجيش لكي يصطدم بهم، ثم حاولوا بعد ذلك اقتحام مجلس الوزراء لينصبوا ممدوح حمزة أو البرادعي رئيسا لمصر، ثم يقولون للعسكر اذهبوا إلى معسكراتكم، اذهبوا إلى ثكناتكم في الصحراء، فقد أصبحت لدينا سلطة مدنية في مصر. فإن قاومهم العسكر صاحوا بأسيادهم في الغرب، وقالوا إن العسكر يقاومون الثورة، وإن العسكر ضد مصر وضد الثورة، وإن ترك لهم العسكر الأمر استولوا على هذه البلاد. ولكن العسكر، اجلسوا يرحمكم الله، اجلسوا يرحمكم الله، العسكر حاضر، العسكر الآن مخطئين، حاضر يا حاضر، لو سمحت لو سمحت أو تركوه تركوه، العسكر الآن لهم مطلب واحد لأنهم جميعا، العسكر لهم مطلب واحد وهي المحاكمة العادية، الجيش العراقي تم الانتهاء منه منذ غزو العراق من أكثر من حوالي 10 سنوات، والجيش الليبي تم تمزيقه عبر مواجهات بينه وبين الشعب. أين الإخوة رحمكم الله؟ اطلبوا من الناس الجلوس والهدوء. ثم الآن الجيش السوري أيضا يدخل في مواجهة
انا لي اعتراضات على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، انا لي انتقادات للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ولكن ان تستغل هذه الاعتراضات وهذه الانتقادات لكي نقاتل الجيش ولكي يقاتلنا الجيش، فهذا لا يكون، فهذا لا يكون الا لمصلحه اسرائيل ولمصلحه امريكا. انتبهوا انتبهوا يرحمكم الله. العلمانيون الذين يحتشدون في ميدان التحرير ويتحدثون ويقولون نريد الثار بدم الشهداء، هذه كلمة حق ولكن أريد بها باطل. هذه من الأطعمة، هذه هذه يا إخواني، هذه كلمة حق أريد، هذه كلمة حق أريد بها باطل. بعضهم أغلق الماكينة عمدا. فصلت الكهرباء عمدا، ولكننا سنكمل ان شاء الله تبارك وتعالى. يا اخواني، المخطط يرسم في امريكا، ودفعت ربع مليار جنيه لتنفيذ هذا المخطط في مصر. الذين قبضوا الفلوس موجودون في ميدان التحرير الآن، بعضهم يشرب المخدرات في ميدان التحرير ويريد أن يغتصب هذا الوطن. لن نسمح إطلاقا باغتصاب هذا الوطن. سننزل هذا اليوم في كل محافظات مصر مظاهرات، وسننزل الجمعة القادمة وسنسميها جمعة الشرفاء. سنأتي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وهي جمعة الشرفاء، وسنستكمل المسيرة وسنطرد العملاء والخونة من صفوف الثورة. هذه ثورة شريفة، والعلمانيون هم الذين خانوا هذه الثورة. العلمانيون هم الذين يريدون بيع هذه الثورة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وهذا لن يتحقق بإذن الله تبارك وتعالى. نريد أن نستيقظ، نريد أن نصحو من غفلتنا. نحن الأكثرية في هذا البلد. حمزة ده أول واحد، ممدوح حمزة. ثواني بس، كاميرا بس هناك، كاميرا مباشر، كاميرا مباشر. الشعب المصري هو صاحب هذا البلد، ولن نسمح لأقلية بأن تفرض رأيها علينا. نحن نرفض تأجيل الانتخابات، نحن نرفض أن يفرض على حكومة عصام شرف بعض العلمانيين، نحن نرفض نحن يا اخواني، انا شيء معلش، بس بره. فين الاستوانات بتاعتك؟ فين الاستوانات بتاعتك؟ بره. طيب انا اتكلم هنا ويطلع بره. هيكمل هنا ويطلع بره. اريد اتفضل. اريد يا اخواني، يا اخواني، يا اخواني، هل يمكننا هل يمكننا هل يمكننا الساوند بره شغال؟ خلاص روح بره يا اخويا، روح بره.